بعدما استبيحت معلولة وهجر أهلها عام 2013، يسرق تاريخها اليوم العائد إلى آلاف السنين. الجديد تكشف محاولة سوريين السطو على آثار دينية ترجع إلى الحقبة الرومانية، كانوا يحاولون تهريبها إلى أوروبا عبر لبنان. موجودات بين يدي هلق هون هني 9 كتب، هذي ساعة فوض ما وخير، فكيف هلق حتى نزلته على 1.5 مليون. ما بدي لبناني يكون مغربي، يكون أفضل وأفضل وأفضل. بس أنا ما في أخذ المبلغ كله هون، بدي شي تاخده أنت هنيكي كمان رفع كيف أو بتركيا. الملف أصبح في عهدة مكتب السرقات الدولية الذي أوقف 6 سوريين متورطين في العملية. جانا معلومات عن طريق شعبة المعلومات أنه في شخص سوري موجود بألمانيا عم بيتم التواصل له عن محاولة تهريب آثار مسروقة من سوريا صارت بلبنان بعد تهرب على ألمانيا. وصلنا له خبر أنه في شخص ألماني جاي من ألمانيا تهو يكشف على البضاعة فيتأكد أنه هاي البضاعة آثار مزبوطة مش مهربة. عملنا مترجم مع الشخص اللي كان عامل حاله الخبير، شخص مصري، صار في التواصل مع الشخص، عملنا نحن وياه اجتماع بأوتيل بلوبي أوتيل، حددنا له الأوتيل، بس إجا وقفنا. الآثار بتاخد طرقات متعددة ولبنان بشكل فيها حلقة ترانزيت مش حلقة أساسية، مع أن الناس اللي بتدفع حق الآثار المبالغ الباهظة حق الآثار. قد تنتهي الحرب في سوريا يوما ما ويعاد بناء الحجر، لكن لو فقد التاريخ فبماذا يخبر الأجداد أحفادهم عن مهدي لغة المسيح الأولى؟ بشمل أبح وأبرح وروحك وتشح أمين.